اسلام رونج غلط، ربي الناس على ده. هقول لحضراتكم احنا فايتين على الدائري كل يوم طبعا، وفي طريق السفر وكل اسكندريه وغير اسكندريه تلاقي الطريق واقف. انا مبروك عطيه بقول للراجل ده ربنا يكرمه، الحاج جاد السواق اللي بيجيب لي الورد كل اسبوع ونسخه كده، بقول له احنا واقفين يا لجنه يا حادثه على طول. الحادثه ليه؟ طب الحادثه في وقوف مستساغ اللي هو ايه؟ انها في الطريق قفلته. لا ده مش قفلته، ده جات الاسعاف خدت الجرحى والعربيه اتركنت على الرصيف. ايه اللي موقفنا احنا؟ بنتفرج. كل اللي معدي يا شوف العربيه اتقلبت، ايه لا اله الا الله، وما بيتعص بعد خمس دقائق يعمل حادثه من نيله ب 60 ميل اكتر من دي ما بيتعص، لكن هو عنده فرجه. سيادتك ما تقدرش تحصل على جميع المدعوين لفرح ابنك او اخوك الا اذا كنت في فندق 17 نجم، انما غلبان زي حالاتي وهتعمله عند بيتكم ولا في الشارع ولا سرادق ولا بتاع، 20 من اهلك و20 مليون جايين يتفرجوا وبوظوا واخبطوا كرسي في الكلوب ويشربوا حشيشه ويتفرجوا ويعكسوا البنات وصوتوا وبوظوا لك الفرح. مش ده بلدنا؟ مش ده مجتمعنا في الخطاب الديني؟ ده مهم جدا ان احنا نعرفه. اللجنه بقى، وانا برضو مبروك عطيه مش جورنان ولا حادثه ولا حاجه، كام سنه فاتوا كالعاده انا اسافر ويا رب حد يسافر معايا، واحنا بنسافر الايام دي بعد صلاة الفجر، وبكرة إن شاء الله إحنا في المحلة الكبيرة بعربية نقل ريحة بالبطاطين وكيلو لحمة. أنا آسف أنا قلت نص كيلو لكن هو كيلو. اللي عايز يشاركنا يتصل بيا بعد الهوا ويقول لي، هقول له نشر علم وجيب البطانية وكيلو لحمة. لمين؟ لمن لا يعرفه أحد. زي الكلام ده. إحنا مش بتوع نجوم الشحاتة، ما أعرفهمش أنا وبكرههم. أنا بروح لناس فلاحين محدش بيسأل عنهم لا في رمضان ولا غير رمضان. سيادتك عايز تشاركني؟ أنا أدلك يا فندم. ذات يوم وانا خارج بالليل كده، ملازم اول ابني يعني ملازم اول اموره كده بيعمل كده، انا بيني وبينه 300 متر والدنيا ضلمه، فجيت واقف ورايا خمس ست عربيات ولا حاجه، الطريق هادي جدا، انا بحب امشي في الهدوء كنت، وده قال الرخص بعد انا ما وقفت، السلام عليكم ولا عليكم السلام، ما اعرفش رد ولا ما ردش بس الرخص. قلت له طيب هما في شنطتي وشنطتي في شنطه العربيه، تسمح لي حضرتك والله بالحرف تسمح لي حضرتك اخد يمين عشان افتح الشنطه واطلع لك الرخص عشان ما اوقفش الطريق؟ ده انا ماي نيم از مبروك عطيه الفول بروفيسير بتاع جامعه لازم. فالولد الملازم الاول اللي هو من دور اصغر عيل عندي قال الطريق، ما اقدرش طبعا اقول الكلمه على الهوا عمري، بعد الهوا انا ممكن اقولها، والناس طبعا دلوقتي كلها فهمت يعني. فانا جيت رد عليه وقلت له لا، في ادب احسن من كده، ده مش ادب، عيب يا كابتن يا خريج الشرطه. بص لي عرفني، ابو مستاذنا والله لو واحد غيرك كنت فرجته. قلت له ممكن اخد يمين بقى؟ قال لا اتفضل يا بهندم. قلت له والله العظيم لازم اخد يمين واطلع لك الرخص وتشوف عشان ما بمشيش غلط، بس ما تقولش كده على الطريق، احنا ما بنشتمش الطريق ولا اللي ماشيين في الطريق. المهم الراجل قال لا يعني خليك تحرقه يعني زي طز كده يعني، بس هي كبيره شويه، طز في الطريق يعني، يعني يقف، ده وقف حال، ده في حد ذاته سلوك يرفضه الاسلام. معظم الشرطه في الكوامين اللي في الشارع واخدين ثلاث ارباع طريق. لا انت ممكن تعمل حاجه حضاريه، خليك كده ولما تشك في حاجه اعمل سلك او اعمل جنزير، لكن ما تحتلش نص الطريق. الكمين اللي قدامنا ده عاملين حسابه ان هو هيضايقنا وخانقه، ليه؟ ما في حلول عبقريه. مجمع العلم اتحرق؟ ليه؟ لانه موجود في مكان العركه اللي فيها الثوار وفيها الابرار وفيها الفجار وفيها الواه وفيها اللي جايين يتفرجوا وفيها اللي بيحدفوا بالطوب لانه عايز يحدف بالطوب. هو ما يعرفش حاجه غير انه بيحدد بالطوب، اتولد كده بيرزع. احنا ثلاث ارباع بلدنا منهوبه لسوء سلوك، القطورات معموله، الكاوتش في الاتوبيس متاخد، الحنفيات في المدرسه العيال بيبوظوها، لا ثوره ولا بوره، هو اتربى على كده، كل حاجه عايز يخربها. البيه اللي كان عندنا حارس في عمارتي انا كل يوم
الميه تقطع والجيران سامعيني دلوقتي. يلا لم 20 جنيه عشان الموتور اتحرق، كل يوم الموتور بتاعنا بيتحرق، المواتير كلها زي الفل ما عدا العماره بتاعتنا. الواد ما بيصليش، ذنبه على جنبه، قلت له بدل مره 10 مش اشكال هموته، لكن طوله وحركه بقه وعينيه خلتني اقول انت بص يا تعالى يا واد انت بتلعب في الموتور بتحرقه. ايه عامل كده زي الاهبل. سالت مراته، والله يا شيخه بالله عليكي في عافيتك الواد ده بيلعب؟ ايوه بيلعب يحرقه، في ناس كده. الواد ده مشي جالنا واد جديد ربنا يفارق فيه يمكن يومين ويمشي الاخر، لان الساده السكان بيزعلوا البوابين فبيمشوهم، ما تقطعتش المايه ولا مره. يبقى اذا في حد من هواة اللعب، وده كتير جدا. عايزين الخطاب الديني اللي يفضل، اللي يبني، اللي يبني، اللي في المستقبل نجني ثمرته. وانا بحذر وبقول ده بالنسبه للمجمع العلمي، بقى كان موجود هنا محدش يعرف المجمع. تلات ارباع اساتذه الجامعه اللي اتصلوا بيا ما يعرفوش ان في مصر في حاجه اسمها مجمع علمي. اني كاميرا في يوم من الايام راحت صورته، اني برنامج ثقافي راح اصوره وفرج الناس على قيمته، وعملوا معاه لقاء بالمناسبه الله يرحم رئيسه دكتور محمود حافظ مات، ولعلك قريت الشريط عن عمري وناهز 99 سنه. مع احترامي وتقديري والله يرحمه، كانش فيه يبقى رئيس مجمع عنده 47 ونص ولا حاجه؟ ما ينفعش. ويبقى محمود حافظ على راسنا من فوق الله يرحمه موتى المسلمين، ما كانش ينفع. يبقى عنده نشاط اكتر وحركه اكتر. مخطط، مخطط ليه؟ مصر مستهدفه. طب ما من يوم ما اتولدت انا وهي مستهدفه. ده اللي بيستهدفها ده خيبان على كده. اذا كانوا هيقعدوا كام و50 سنه يستهدفها ومش عارف يمول الهدف، وده ايه المصيبه السوداء دي؟ ده كان حرقها في بعد خمس ست سنين، ده فاشل كده. كل يوم يجي لنا حد يقول مصر مستهدفه، مين اللي بيستهدفها؟ ما معروف مين اللي بيستهدفها. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اعدينا ايه ولا عملنا ايه ولا بنينا ايه؟ لكن مين اللي حبب؟ مين اللي حبب مصريين او علمائها على الاقل ومثقفيها في مجمع علمي او غيره او غيره او غيره؟ الرحله طويله. مش عايز اقول لكم على حاجه لازم تتقال برضو، يعني اهي جمله اعتراضيه. احنا بنناقش الدكتوراه في الجامعه ب 96 جنيه. وبنناقش الماجستير ب 65 وشيكه من البنك المركزي. يعني انا ما اقدرش لا استلمه ولا اروح اصرفه، متشكرين على كده، هي ابتغاء مرضات الله وحسبي الله ونعم الوكيل. ولو رحنا برضو السعوديه ب 1000 ريال عشان تكونوا عارفين، يعني العمليه ما هياش بيغرفوا هناك. هو العلم مضروب. العلم ملوش وزن. اي حد ممكن يعمل اي حاجه في ثلاث ثواني، فن ورأس وهندسه، ياخد بالملايين والالوفات. انت تاخد رساله دكتوراه تتابع الباحث وتشوف منهجه وخطته واخطائه وحسناته وسيئاته وتكتب تقرير وتاخد 90 جنيه. مين قال ان الكلام ده ممكن يمشي؟ هل الكلام ده رساله موجهه للاساتذه؟ ان يقول الواد اللي بيناقشه تعالى يا واد عايز تاخد دكتوراه ايدك بعمك وهات لي 10,000 جنيه عوضا عن حقي اخده منك، ولا ايه بالظبط؟ ولا اخد تليفونات وارجع تاني للخطاب الديني الغائب الخاص بالسلوك واقول ام احمد واحمد ومين تاني؟ الله يرضى عليك، ام احمد ومنال ها وهدى وسرية. حاضر ام احمد واحمد، يلا يا ام احمد الاول اتفضلي. يا ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي اختي متجوزه ابن خالتي وابن خالتي مسافر، فعلى طول كان يكلمها في التليفون وكده، وبعد كده ما بقاش يكلمها في التليفون خالص، وياخد ابنه اخته تاخد ابنه ويشوف ابنه فوق على اللابتوب، وما بقاش يكلمها. من العيد الكبير قال لها روحي عيدي عند اهلك وتعالي. راحت جت لنا ثالث يوم ورابع يوم ومشت خامس يوم، من ساعتها لحد النهارده وهو ما بيكلمهاش، وهي حامل كمان، يعني معاها عيل عنده سنه ونص وحامل. فهي مش عارفه تعمل ايه، وهي عايزه تسيب البيت وتمشي، ولا عايزه تقول لخالها ولا عايزه تقول لاخته ان هو ما بيكلمهاش، وهي مش عارفه سبب منع كلامه ليها ايه. شكرا بشكرك. احمد يلا يا احمد اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور مبروك ازي حضرتك؟ ربنا يسترك يا احمد. دكتور مبروك استاذ هيكل، كان عندي سؤالين اثنين. يلا. اول سؤال، انا بس كنت عاوز اشتري شقه عن طريق البنك، تمام؟ بس انا عارف ان البنك ياخد فوائد وكده، هل ده حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني. الثاني ايه؟ الثاني، انا عندي اختي يعني متجوزه بس بتيجي عندنا كتير، ف مشاكل كتير قوي مع والدتي، كل ما تيجي
يعني كل مرة انا ليا اخت تانية هي بتبص لها